What the foul! هجوم عنيف على لاعب كرة قدم خلال حفلة. هذا الفيديو للهجوم الذي وقع في ولاية ميسيسيبي الأمريكية ضد الرياضي دارك بريكسوت. لقد تم تسجيل الفيديو الجمعة الفائتة وسرعان ما انتشر على الإنترنت كالنار في الهشيم. لقد كان بريسكوت يحتفل مع أصدقائه داميان ويليامز وتوري دالي على شاطئ مدينة باناما فلوريدا، يحضرون حفلة موسيقى بمناسبة عطلة الربيع. من ثم بغتهم مجموعة من البلطجية وهجموا عليهم بالقرب من المرآب. يظهر بريسكوت في الفيديو وهو يتعرض لضرب على الوجه والرأس محاولا النهوض على قدميه بصعوبة. لنراهم بعد أن انفض العراق وهم مصابون بالذهول لما حدث. وقد عبر المجتمع الرياضي عن غضبه حيال الهجوم العدواني والافتراء البغيض. وقد غرد بريسكوت على تويتر الحمقى في كل مكان، داعيا الآخرين للتمتع بعطلة الربيع، ولم يقوم برفع دعوة قضائية على المعتدين حسب ما أفادت إدارة ولاية ميسيسيبي. فما رأيكم أنتم يا سادة؟